بكلمة وحركة منهم بيساعدونا. الناس كلها بقت في تهد، امال مين اللي هينضرب؟ ويضحكونا. بوروروم، شغلتك على المدفع بوروروم. لا والله فتشت فتش. اسأليني انا مدوبهم اثنين. وجودهم بهجة حياتنا. كفاية ما تبسطهاش اكتر من كده. الناس الحلوة. خليك فرش، ده احنا فرحنا ست الكل. يوميا في رمضان مع آمال علام. الإخراج سعدية حسين. من ناسنا الحلوة النهاردة فنان مصري أصيل اشتهر بأدوار الشر في معظم الأعمال. مين ينسى جملته الشهيرة لما سأل عصفور العلبة دي فيها ايه؟ معرفش. لا تعرف. بقولك تعرف. اتكلم. العلبة دي فيها ايه؟ هو انا بلجن؟ العلبة دي فيها فيل. فيل ازاي؟ بقولك فيل فيها ايه؟ فيل. العلبة دي ما فيهاش فيل. ومن إفهاته يا أه يا أه، وأحلام الشرف ما فيش، والصلاة النبي أحسن، وقالوا يا هنبكر انتبه يا دانس. طبعا عرفنا متكلم عن مين، الفنان الكبير توفيق الدقن. انتبه يا دانس. يا مرحب. بسم الله الرحمن الرحيم. أحلى من الشرف ما فيش. مثل الفل المشغول بهوية، مثل جمال أبو دليان، مثل زلابيا الأبروسي والهريسة الاسكوتش بالسودة. وبعدين معك جدع انت بنت حلال. او انا جدع واجدع ما في الحارة دي كلها. انا عبده دانس. ياه. مواليد 3 مايو عام 1924 في بركة السبعة في محافظة المنوفية، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1951. انت فاهم يا ابني الفتوانة ضرب واخلاق؟ لا، الفتوانة اخلاق. احنا اللي بنحمي الحي ده كله، الناس دي كلها مسؤولة مننا احنا. من عارف متخافش، بس جربني اعجبك. وانا كل ما ده اقعد اسمع عمر اللي فات ما هيرجع تاني. عمر اللي فات ما هيرجع تاني. طب هيرجع تاني. هيرجع. وجرى ايه للدنيا؟ الناس كلها بقت في تهد، امال مين اللي هينضرب؟ كان اول ظهور فني للفنان الكبير توفيق الدقن في فيلم فجر الاسلام بعد تخرجه من معهد الفنون المسرحيه. ثم توالت الأعمال السينمائية زي ابن حميدو والبازفندي، مراتي مدير عام، سر طاقية الإخفاء، أحبك يا حسن، صراع في المينا، ألمز وعبد الحمولي، القاهرة 30، الناصر صلاح الدين، وغيرها من الأعمال. مثل جمال على الضيوف. مرحب بازفندي. مبروك يا حسن أفندي. الله يبارك فيك. يعني ما تقلتنيش مبروك علشان إيه؟ علشان يا أخي. ايوه، اصلا سمعت خبر انكم رايحين تتجوزوا بنات الريس حنفي. طب وافرض ان احنا هنتجوزوا، انت دخلك ايه؟ اما شيء بارد يا اخي. انا دخلي ايه؟ انا الله، انا شيء بارد انا إيه؟ طب بشرفي انا الجوازه دي ما هتتم ابدا. لا هتتم غصب عنك، وانت اللي هتمسك الشمعه كمان. الشمعه دي تحطها في عينك. وصل رصيد توفيق الدقن السينمائي لاكثر من 200 فيلم، وكان بيجسد الشر في معظم الأعمال، وكان المنافس ليه استيفان روستي كشرير للسينما أيضا. شارك في الدراما التلفزيونية من خلال أعمال كثيرة زي القط الأسود، مارد الجبل، أحلام الفتى الطائر، ألف ليلة وليلة وغيرها. أنت بتبرنج يا خواجة. لا برأي عليك يا خواجة، تعرف صوتي؟ أنا المعلم أبو دومة. ده العفو يا خواجة، ده أنا اللي خدام. الحصل السيدي على حتة واحد ظابط جه الاسم جديد وعاوز يعمل علينا فونت. عمل إيه؟ قبض على 6 سنين. والله أنا قلت برضو كده إنه مش عارف إنهم معانا. لا 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 لا، عمر ده أنا اللي خدام. أي خدمة حياتك؟ نعم الفتحة
من أهم أعمال الفنان الكبير توفيق الدقن بالمسرح عيلة الدغري بداية ونهاية، سكة السلامة، المحروسة، عفاريت مصر الجديدة، الفرافير، مشهد من الجسر، حسبة برما، الناس اللي تحت، خيال الظل، سليمان الحلبي، بير السلم، وانتهى الدرس يا غبي، وأنا وهو وهي. ألو، مين يا أومن؟ مين أبويا؟ حاضر يا سيدي نشوفولك. وقال يا عبدو. أيوة يا حاجة. شوف عاشور عندك يجي يكلم الجماعة بتوع السيمة. تلفون يا أستا عاشور. يا أخويا الخايلة الكدابة دي، كل شوية التليفون يرن على الفاضي. صباح الخير يا معلم. كلم. أيوة أنا عاشور. مين؟ الأستاذ؟ أنت بتهزر يا جدع أنت؟ أعمل معروف ما توديناش في داهية. تعالى لي المكتب حالا يا سعاشور. سعاشور؟ يا جدع أنت قول أنت مين؟ صوتك مش صوت الأستاذ. يعني لازم أشتمك وألعن سلسفيل أهلك علشان تصدق؟ تعالى لي هوا أحمر. يبقى أنت الأستاذ. جاي لك حالا يا بيه. تعالى هنا يا بني آدم. فين تم المكالمة؟ ده مش أنا اللي طالب يا معلم. وأنا مالي؟ طالب ولا مطلوب؟ أنت مش حطيت التليفون؟ المكالمة دي على حساب اللي طلبنا. أمرك عجيب يا أخي، شرطني بيها أنا عشان أروح أدور عليه وأحاسبه. طب بس بس بس. خد. يا خلي يا هو يا خلي. يعطل التليفون ومش عاوز يدفع. الفنان الكبير توفيق الدقن. هو أنا جدع وأجدع ما في الحارة دي كلها. أنا عبده. عبده دانسي يا يا. يا مثل الناس الحلوة حلوة مع آمال علام، سعدية حسين، بسمة صبح، هندسة صوتية رحاب عكا.